مظاهرة معادية للإسلام نظمت في دريتسن بألمانيا، شارك فيها أكثر من 17500 شخص للمرة الثانية، وكانوا يرددون أغاني أعياد الميلاد. وتقف وراء هذه التظاهرة منظمة متطرفة تدعى الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب والمسمات بيغدا. ألمانيا ليست بلدا للهجرة، الاندماج لا يعني العيش جنبا إلى جنب، وإنما العيش معا على أسس مزايانا المسيحية اليهودية لدستورنا الألماني وثقافتنا ذات الجذور المسيحية اليهودية التي حددتها المسيحية والإنسانية والوضوح، يقول لوتس باشمان زعيم المنظمة. من جهة أخرى، نزل أكثر من 20,000 شخص معارض للعنصرية إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للتظاهرة، كما نددت العديد من الجهات الرسمية والدينية والثقافية بالدعوة إلى الحقد والعنصرية. أعتقد أنه من المحزن أن يحدث هذا مرة أخرى في دريتسن. هذا أمر محزن حقا، فألمانيا قامت بأشياء فظيعة في الماضي، أظن أن هذا فظيع. يذكر أن منظمة بيغدا تأسست في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتضم في صفوفها نازيون جدد وعناصر من الحزب اليميني المتطرف المناهض لليورو.